اليوم احنا مجموعين دابا هذيك الايام وحنا مجموعين يعني باش نتكلموا على الصحه، الصحه ما بعد ازمه كوفيد، الصحه كما خصنا نخدموا فيها في افريقيا على الجانب النقدي، على الجانب الفينانسي، على الجانب الصحي العضوي، على الجانب النفسي، تندويو على القلب الهندي على لو كوتي ميديكال، تندويو على لا ديجيتاليزاسيون لي سوان كونيكتي، تندويو على لا ميتي دو فيتور، سادي كي غادي تكون الصحه في المستقبل ديال الطب، الافريقيا تكون مستقله في الصحه ديالو كيفاش تعطي لاكسي لو سوان لي باسيون ديالها ويكون واحد اوني ان اكسي سور لو باسيون. اليوم عطانا مجال صحه مجال الله ينصرو محمد السادس اللي عنده واحد لا فيزيون اللي هي اكليري اللي شاف اشياء واحد الرؤيه اللي ما كايناش في العالم باش هذه اول خطره في العالم باش غادي تكون واحد لا كونفيرونس اللي هو ماشي مناقشه كبيره اللي داخلين فيها اكثر من 60 بلدان اللي تتكلم